بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى عرضنا الإخباري من قناة الشروق، والبداية بالعناوين. الحكومة السودانية والجبهة الثورية يبحثان غدا الثلاثاء الترتيبات الأمنية الخاصة بمسار دارفور. عضو المجلس السيادي يدعو للاستفادة من ثورة ديسمبر وتوظيفها لتنمية السودان. الحكومة تبقي على الحظر لأسبوعين آخرين وزيادة فترة التجوال. أهلا بكم. أعلنت الوساطة بجوبة عن استئناف التفاوض غدا الثلاثاء بين الحكومة والجبهة الثورية، وأوضحت الوساطة بأن جدول الأعمال يتضمن التفاوض حول الترتيبات الأمنية بين وفدي الحكومة ومسار دارفور، وذلك بكل من الخرطوم وجوبة عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وفي تصريح لسونا قال أحمد تجد كبير مفاوضي مسار دارفور إن الوساطة استطاعت أن تدمج الموقفين الحكومي ومسار دارفور في الترتيبات الأمنية، وغدا سيتم عرض الورقة المدمجة والتي ستكون الأساس للبدء في المناقشات في محتوى القضايا المرتبطة بالقضايا الأمنية. وأشار إلى أنه حسب الجدول المحدد من قبل الوساطة سيستمر التفاوض خلال الأسبوع القادم، وفي نفس الوقت ستتم لقاءات أخرى خاصة بالقضايا القومية بالتزامن مع ورقة الترتيبات الأمنية. دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعاشي لتوسيع دائرة المشاركة للقوى الفاعلة في العمل العام والمساهمة في نشر ثقافة السلام بمحلية رهيد البردي، وأكد خلال لقائه لجان المقاومة بالمحلية إن ثورة ديسمبر أتاحت فرصة نادرة وتاريخية يجب توظيفها لبناء وتنمية السودان. وجه التعاشي بضرورة إحكام التنسيق وتقوية الروابط بين أعضاء لجان المقاومة وتوحيد جهودهم وإيجاد مقر دائم لهم بما يمكنهم من أداء دورهم الوطني في محاربة الفساد وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية وتوفير الخدمات للمواطنين على أكمل وجه. وقال عضو مجلس السيادة إن السلام لا يتحقق إلا بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة وإتاحة فرصة كافية للحوار الجاد بين جميع شركاء التغيير بالبلاد. أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالخرطوم ماشين مين تواصل التعاون بين بلاده والسودان لمجابهة جائحة كورونا، وأن التعاون بين السودان كفيل ويمكنه من هزيمة المرض. وعقد الوفد الطبي الصيني الزائر للسودان اجتماعا مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، حيث تباحث الجانبان حول الخبرات في مجال مكافحة الجائحة. وصرحت عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية ممثل وزارة المالية هبة أحمد أن الوفد بدأ بزيارات ميدانية للوقوف على الأوضاع الصحية وللإطلاع على التحديات التي تواجه البلاد في مجال مكافحة فيروس كورونا. وقال السفير الصيني: نسعى لتقديم الدعم للسودان بأفضل ما يمكن بالتشديد على تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال. قررت وزارة الصحة الاتحادية إجراء مسوحات عشوائية بالأحياء السكنية في مناطق متفرقة مستهدفة بعض من العينات لفحصها من فيروس كورونا لمعرفة مدى انتشار الفيروس وسط المجتمعات. وسيخضع عدد من السكان في الأحياء للفحص اختياريا في إطار الخطة، وتأتي الخطوة لتحديد السياسات المناسبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد التفشي الكبير للفيروس وتزايد حالات الإصابة. ودعت وزارة الصحة ساكني الأحياء لتسهيل مهمة كوادر الوزارة في أخذ العينات والبيانات المتعلقة بها. هذا وقد أعلنت الحكومة أن الحظر سيستمر لأسبوعين آخرين مع زيادة فترة التجوال اليومي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في آخر تقرير لها تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان، بالإضافة إلى 24 حالة وفاة. ووفقا للتقرير الوبائي لحالات الإصابة السبت، فإن معظم الحالات المسجلة كانت في الخرطوم، وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 5027 حالة، متضمنة 286 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 151 حالة، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 1423 حالة. أعلنت شركة مطار الخرطوم بدء تعقيم صالات المطار بالتعاون مع مبادرة يلا نعمل للوطن في إطار الإجراءات الراتبة وتماشيا مع التوجيهات الدولية بتطبيق النظم الصحية الاحترازية.
ونوهت إلى أنه تم تركيب أجهزة تعقيم الأيدي في عدد من مرافق المطار وتجهيز صالة المغادرة بعلامات التباعد الاجتماعي. وتوقعت الشركة في تعميم صحفي تسلم بوابات التعقيم التي بدأ العمل على تصنيعها قبل فترة بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية على يتم تثبيتها في مداخل ومرافق المطار المختلفة بدءا من الصالات خلال الأيام المقبلة. أعلن مدير عام الصحة بالشمالية صابر فتحي أن الولاية أكملت إجراءات ترحيل 104 سودان عائدين من ليبيا، من جملة أكثر من 180 مواطنا يمضون هذه الأيام فترة الحجر الصحي بعدد من معسكرات الإيواء بدونغولا. وبحث والي الشمالية المكلف مع مدير عام الصحة بالولاية على أحوال السودانيين العائدين من ليبيا. وقال مدير عام الصحة بالشمالية أن اللقاء مع الوالي استعرض المجهودات المبذولة لإعادة تأهيل وصيانة مستشفى دونغولا التخصصي وتطوير وترقية العمل الصحي به وتزويده بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية حتى يستطيع تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. عائدين من ليبيا هم الآن أكثر من 180 عائد يوجدون الآن في 3 معسكرات بالولاية الشمالية. معسكر به 42 عائد ديل تموا فترة الحجر 21 يوم الآن. معسكر آخر به 62 عائد لهم 12 يوم الآن. ومعسكر آخر به 63 عائد ديل لهم 4 يوم مما وصلوا من ليبيا. الحمد لله كلهم حتى الآن يتمتعون بصحة جيدة، لا ما بيعانوا من أي أمراض ولم تظهر عليهم أعراض للكورونا. أطلق سودانيون مقيمون بدولة الإمارات العربية المتحدة حملة لدعم جهود السلطات السودانية للتصدي لفيروس كورونا، وتهدف الحملة لحشد الدعم المادي والعيني عبر جميع منافذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمتمثلة في الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت وتطبيقاتها على أجهزة الهواتف الذكية والمنصات الإلكترونية ومنافذ التبرع المباشر الموجودة في أكثر من 300 موقع بالمراكز التجارية والتجمعات والجمعيات والأسواق على مستوى الدولة. وسيتم تخصيص حصيلة التبرعات المتوقعة من المبادرة لتمويل الاحتياجات من الأجهزة والمعدات الطبية والتجهيزات العلاجية والوقائية والأدوية التي تحددها الجهات السودانية المختصة. أصدرت لجنة أمن ولاية النيل الأبيض قرارا بتمديد قلق الأسواق وإغلاق المعابر الحدودية وحظر التجوال وإيقاف حركة المواصلات الداخلية والخارجية، بجانب تمديد فترة الإجازة الممنوحة للعاملين بالخدمة المدنية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى الاثنين الرابع عشر من يونيو الحالي. واستثنى القرار محلات بيع اللحوم والخضار وبقالات المواد الغذائية والمخابز والصيدليات والعاملين في قطاعات الصحة والمياه والكهرباء ومصانع السكر والقوات النظامية والنيابة العامة والبنوك. وناشد الطيب محمد عبد الله والي النيل الأبيض بالإنابة مواطني الولاية للالتزام بالإجراءات الصحية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19. عرضنا الإخباري متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. بنك السودان المركزي يضع جملة اشتراطات للمصارف للحد من كورونا. أهلا بكم إلى طائفة في الأخبار العالمية والعربية، حيث ذكرت وكالة السودان بل وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي من اليمن في اتجاه المملكة. ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن التركي المالك قوله إن الحوثيين أطلقوا الطائرتين المسيرتين خميس مشيط الحدودية متهما قوات الحوثي باستهداف منشآت مدنية ومناطق سكنية. وانتهى الأسبوع الماضي
أجل وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف من جانب واحد في إبريل الماضي دون أن يؤدي إلى هدنة دائمة بعد أن رفضت حركة الحوثي العرض، بينما استمر العنف في عدة محافظات. أتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسمار يوم الاثنين استعادة السيطرة على مدينة الأصابع غربي ليبيا، مجددا التأكد من أن الهدف هو القضاء على الميليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركي. وذكر المسماري في حوار مع سكاي نيوز عربية أنه تمت استعادة السيطرة على مدينة الأصابع بالجبل الغربي، وأضاف الجيش الوطني الليبي دخل منطقة الأصابع بعد ضربات جوية دقيقة على الميليشيات الحوثية. ذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الاثنين أن أي تحرك أحادي لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن حكومته ستبدأ اعتبارا من أول يوليو مناقشة خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وقال على تويتر الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراضي فلسطينية لابد أن يتوقف، وأضاف أي تحرك إسرائيلي أحادي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام وسيقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير. اندلعت حرائق قرب البيت الأبيض وتعرضت متاجر للنهب، واخترقت شاحنة مسيرات بل مسيرات في المدينة الأمريكية في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لاحتواء احتجاجات فوضوية بشأن التمييز العرقي وأساليب الشرطة. وجرى نشر قوات الحرس الوطني في 15 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة في محاولة لاحتواء الليلة السادسة من العنف والاضطرابات التي بدأت باحتجاجات سلمية على وفاة جورج فوليد وهو رجل أسود أثناء احتجازه لدى الشرطة. قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جون بايدن الذي سيواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات إن الاحتجاج على وحشية الشرطة أمر ضروري، لكن حرق المناطق والتدمير دون داع ليس كذلك. ويعتزم بايدن الاجتماع مع قادة المجتمع اليوم الاثنين بولاية دولايرو بعد يوم من زيارة موقع قريب حيث أجبرت الاحتجاجات على وحشية الشرطة الشركات على إغلاق نوافذها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين انه سيتم التصويت في اول يونيو القادم على اصلاحات دستوريه من شانها تمديد حكمه بعد تاجيل تصويت كان من المقرر اجراؤه في 22 من ابريل الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد. والتعديلات التي اقرها البرلمان بالفعل والمحكمه الدستوريه الروسيه ستعيد احتساب فترات ولايه بوتين من الصفر، مما يسمح له بالرئاسه لفترتين متتاليتين اضافيتين كل منهما 6 سنوات حتى عام 2036 إذا أعيد انتخابه. اقتصاديا، طالب اتحاد غرفة الصناعات الصغيرة والحرفية بالسودان بإنهاء حالة الإغلاق الكامل وفتح الحياة العملية لقطاعات الصناعات بأسرع ما يمكن مع وضع كل الضوابط الصحية التي تكفل الحد من انتشار الجائحة. وكشف الاتحاد في بيان اطلعت باج نيوز على نسخة منه أن عضويته التي تقدر بمليوني عضو تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد يصعب معها احتمال حالة الإغلاق الكامل. وأوضح أن عضوية الاتحاد من الشرائح التي تعتمد اعتمادا كليا على دخلها اليومي لافتا في الوقت ذاته، إلى تفهم الاتحاد للدواعي الصحية التي أدت إلى إغلاق البلاد بشكل كامل بسبب تفشي جائحة كورونا. بروتوكول صحي للتعامل مع العقد الورقي في صالات التعامل المباشر مع الجمهور في ظل انتشار جائحة كورونا، ودعا لتعقيم أفرع المصارف بعد خلوها من الموظفين والعملاء وتنظيف الأسطح مع توفير المعقمات للموظفين والعملاء. ونوه المركزي لضرورة تقليل، بل أشار إلى إمكانية السماح لأي موظف قادر على أن يؤدي عمله من المنزل، وطلب بحث الموظفين على ارتداء الكمامات والحرص على غسيل الأيدي لمدة 40 ثانية وتجنب لمس الوجه. وشدد المركزي على أهمية تطهير الأوراق النقدية بداخل حجرات تجهيز للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية حال توفرها للمصرف.
كشف وزير الري عن عزم الوزارة زيادة رسوم المياه إلى 750 جنيه للفدان مقابل خدمة جيدة للمزارع بتوفير المياه في الوقت والمكان المناسبين. جاء ذلك خلال اجتماع إسفيري عقده اليوم من الخرطوم مع ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بحضور وكيل الوزارة مع مديري الإدارات وقيادات ميدانية بود مدني للوقوف على الترتيبات الجارية للعمليات الزراعية. وكشف وزير الري عن نقل آليات من وحدة تنفيذ السدود للاستفادة منها في إدارات الري، ودعا إلى التنسيق الأفقي مع الاستغلال للآليات. وأعلن وزير الري انطلاق العمليات الزراعية للموسم الصيفي بالمشاريع الزراعية القومية الأربعة في مساحة 1,260,000 فدان. قال وكيل وزارة الزراعة والري والموارد المائية بل وكيل وزارة الري والموارد المائية ضوء البيض عبد الرحمن إن جميع المصادر المائية والخزانات بالبلاد تقع تحت مسؤولية وزارة الري والموارد المائية. وأشار خلال تفقد خزان جبل أولياء برفقة قيادات وإدارات وزارة الري استعداده للموسم الصيفي وملء البحيرة إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه خزان جبل أولياء الميكانيكية والآلية والبشرية والعمل على مجابهتها حسب إمكانات البلاد الاقتصادية الحالية. جانب استعرض المهندس رمضان آدم عبد الله مدير خزان جبل أولياء التحديات التي تواجه العمل بالخزان، وفي مقدمتها عمليات التأهيل الميكانيكية والطرق والكادر البشري العامل. قال لوسيان فالفر مدرب بروسيا دورتموند إنه أبلغ اللاعبين بجملة واحدة بين شوطي المباراة وقبل تسجيل 6 أهداف الانتصار بستة أهداف مقابل هدف على باردربورن في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمس الأحد. وبعد شوط أول بلا أهداف أمطر دورتموند شباك منافسه في الشوط الثاني وخرج بانتصار كبير ليصبح على بعد 7 نقاط من بايرن ميونخ المتصدر قبل 5 جولات من النهاية. وقال فافر لموقع النادي إنه قال للاعبين جملة واحدة خلال الاستراحة وهي أنهم بحاجة لمواصلة ما يفعلونه. قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم انه مدد عقد اعارة المهاجم النيجيري اوديون ايجالو المنتمي الى شانغهاي شينهوا الصيني ليستمر اللاعب في صفوفه حتى نهاية يناير 2021. وقدم ايجالو البالغ من العمر 30 عاما بداية قوية في صفوف يونايتد مسجلا 4 اهداف في 8 مباريات بعد انضمامه اليه قادما من النادي الصيني بناء على عقد الاعارة المبدئي والذي ينتهي في 31 من مايو المنصرم. ويستمر عقد إيجالو الحالي مع شينهوا حتى ديسمبر 2022. وقال شبكة سكاي إنه يتوقع أن يمدد ارتباطه بالنادي المنافس في الدوري الصيني الممتاز حتى نهاية 2024. في ختام عرض البصائر الإخباري من الشروق إليكم تذكير بأبرز العناوين. الحكومة السودانية والجبهة الثورية يبحثان غدا الثلاثاء الترتيبات الأمنية الخاصة بمسار دارفور. عضو المجلس السيادي يدعو للاستفادة من ثورة ديسمبر وتوظيفها لتنمية السودان. الحكومة تبقي على حظر التجوال لأسبوعين آخرين وزيادة فترة التجوال اليومي. نشير إلى أن الحكومة أقرت زيادة حظر التجوال حتى 18 من الشهر الحالي وأن يمد أو تمتد فترة السماح للمواطنين بالتجوال من 1 حتى 3 بعد الظهر، ونتمنى أن تكون هذه آخر فترة للتمديد بانتهاء الجائحة في أرجاء السودان المختلفة. دمتم بعافية وشكرا لمتابعتكم، حتى الملتقى، في أمان الله.